اللي واقع في المغرب هو المشكل الأخلاقي بالأساس في السياسة. شوف، وأكبر دليل على ذلك هو الرسالة الملكية بمناسبة ذكرى 60 ديال الحياة البرلمانية في المغرب. اليوم إذا ما درناش تخليق السياسة شفنا شنو ولا كيوصل، كيحكم المدن ديالنا، تجار ما عرفت شنو، فاسدين. واليوم الملفات اللي كاينه في المجلس على الحسابات واللي معروضه على القضاء باقي ما كاينش حتى 5% ديالها. يعني كاين واحد العدد كبير من الملفات، الاختلالات، تبديل الاموال العموميه، السرقه، النهب الى اخره. بدون تخليق حياه سياسيه ما نقدروش نهضروا على الديمقراطيه في المغرب، اللي عندها علاقه بالدوله اولا، بالقوانين، وعندها علاقه بالاحزاب كذلك، لان الناس شكون كيرشحهم. وحنا كحزب اليوم راه تشوفوا تصريحات الكاتب الاول في جميع المؤتمرات طارحين موضوع تخليق الحياه السياسيه كاولويه للاصلاح، اولويه للاصلاح عاد من بعد خصنا نجيو ثاني لاصلاح المنظومه الانتخابيه، نمط الاقتراع، لان حنا 20 عام باش درنا وحده المدينه وداك الشيء، واش هذا الشيء عطى شي حاجه ولا ما عطاش؟ واش خصنا نستمروا في هذا الشيء نظام المقاطعات؟ لان هذا الشيء نظام المقاطعات بين بان الناس كنطلعوهم تنعطيهم منح بحال الجمعيات والمستشارين منتخبين، ولكن داك الشيء صوري منتخبين مع وقف التنفيذ. يعني كاين حدد من الاسئله، احنا الحزب الوحيد اللي تنطرحوا هذا الشيء، تخليق الحياه السياسيه، محاربه الفاسدين، هذا خصو يجي بقرار. وحنا عارفين كيفاش هذا القرار خصو يتخذ، لانه من مصلحه البلاد انه غدا تكون عندنا نخب نقيه تتسير الجماعات وتتسير المدن، ومن الواجب على هذا البلاد ومن الواجب علينا حنا اننا نساهموا في هذا المجهود. اذا هادو محاور مطروحه، كاين واحد الصمت رهيب عند خصوصا دابا اللي عند شادين كل شيء، جماعات والاقاليم وداك الشيء، وراه تيبان الملفات الفساد فين كاينين، لا في فاس ولا في الدار البيضاء ولا في مراكش ولا في معروفين. لذلك كفى، جيبوا نخب نقيه، جيبوا ولاد المغاربه قارين شي شويه، عندهم شويه ديال الكبده على البلاد بحال اللي كنرشحوا حنا في الاتحاد، وخليوا الامور تمشي مزيان. زعما ماشي ضروري كتجيب مول الشكر وفاسد، لانه الانتخابات ماشي هي الاختيار ديال الناس بالفلوس، الانتخابات هو كتخلي الناس يختاروك بالقناعه وبالبرنامج اللي عندك وبشكون انت وشكون الحزب اللي تنتمي له، هادشي مهم. لذلك حنا دايرين معركه ومطمئنين زعما للمستقبل، زعما مطمئنين بانه خص الاشياء تغير، وضروري غتغير، لان عندنا امل ان البلاد خصها تغير في هذا المجال. نعم، وفي اطار التغيير يعني زعما كاين تغيير في البيت الداخلي ديال الاتحاد الاشتراكي، يعني طاقه جديده، نخب جديده. وانت تتشوف البيت الداخلي للاتحاد الاشتراكي من على الاقل الا ما قلتش كثر من المؤتمر العاشر وخصوصا المؤتمر 11، الديناميه اللي كاينه اليوم في الحزب. اولا الحزب اللي ولادو كلهم على كلمه واحده وموقف واحد، تنتناقشوا، تنتذكروا، تنعملوا مجالسنا، تنعملوا اجهزتنا، المكتب السياسي ينعقد، النقاش السياسي كاين. راه كتلاحظوا انتم صحفيين بانه الحزب الوحيد اليوم اللي داير النقاش السياسي في البلاد هو الاتحاد الاشتراكي. سينو اعطيني شكون؟ الى جانب بعض اخواننا وحلفائنا في التقدم الاشتراكيه مثلا، اللي اليوم عملنا معهم مبادره سياسيه مهمه. لذلك الحزب مخطط استراتيجيته. احنا تناضلوا لبعض المواعيد، وما كنناضلوش غير بعد المواعيد الانتخابيه، حنا مهمتنا هو تاثير المجتمع، هو نقولوا الحقيقه، هو نتحاسبوا مع الناس، هو نقولوا هادشي اللي خصو يتقال في السياسه، لان هذا واجبنا. لان كاين اشياء رهيبه تتوقع في البلاد، لا من طرف الحكومه ولا من طرف بعض النخب اللي تنتمي للاحزاب ديالها. الاتحاد يجهر بالحق هذه مده، وبطبيعه الحال انا كنقول لك البيت الداخلي الحمد لله مشتغل، النقاش، الهوامج ديال النقاش مفتوحه، الاجهزه مفتوحه، وهاد لا ديناميك ديال المؤتمرات اللي مشتغلين فيها راه غير مسبوقه وطنيا. استاذ، اضافه لتحقيق الحياه السياسيه، شنو هي الخطوط العريضه اللي غتوقفوا عليها في هذه المحطه الرابعه؟ المحطه الرابعه هو اولا خصنا ننتخبوا قياده جديده، قياده كتحترم واحد العدد من الشروط، لان انا حزب المجتمع، قياده كتمثل بفئه المجتمع، فيها المهندس، فيها المعلم، فيها المقاول، فيها الشاب، فيها المراه، والكفاءات اللي غدا غيحملوا هذه الرساله، لان الناس اللي غدا غيتنتخبوا ما غنتخبوش الجهاز باش بور لا فورم. الناس راه عندهم خصهم يصوبوا مشروع، خصهم يهبطوا عند الناس، خصهم يديروا القرب. يعني كاين قضايا وحنا متاكدين بانه هاد الاجيال الجديده اللي كتجي اليوم على رئاسه الكتابات الاقليميه، حنا هادشي، ولكن هادشي جا بناء على طلب ديال التجديد. راه اليوم الكتابات الاقليميه اللي وصلنا في جهه الدار البيضاء عندنا لا موين داج ديالهم 40 عام. يعني هذا عامل مهم، هذا ما تعنيش بانه الشيء الاخر لا، ولكن راه مهم هادشي، وجوه جديده في الاساس، وجوه حامله مشروع، هذا هو المهم، ثم مناضلين القدام والجداد واللي غيجيو كلهم داخلين في هذا المشروع.